10 مليون افر الضربة رحلة. بكرة المبلغ بده يكون عندي. شو لقيت لي اياها؟ داب دمعة. كرومي حبيبي، يعني انت سيد مين ضربك؟ ايش طبيعي تدفع، اسمع منه وتدفع بالتي هي احسن. بس معلم رائد، انا مفكر القصه شرط 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 مرت. حبيبي دادا، لما كنت تربح كنا ندفع لك، ويا ما ربحان ومخسرنا. هلا انت خسرت، بدك تدفع، بدك تدفع. بس انا مفكر الموضوع لعبه وشرط، ما توقعته يوصل لهون. ما في داعي تتهرب، بدك تدفع يعني بدك تدفع. يا كرومي حبيبي، انت وقعت ورهنت بشكل رسمي، يعني اللي خسرته اليوم طبيعي يروح لغيره. يا جماعة أنا ما معي هذا الرقم، والله ما معي هذا الرقم. أنا عملت كل هاي القصة وفتت فيها لحتى طعمي أمي وأخواتي وجيب لهم مصاري. والله هي لحظة لحظة، سيرة أمه نحكي مع أمه ولا مع أخته؟ خلص نحكي مع أمك وأختك، بركي قايمين لهم قرشين هيك مخبينهم هون ولا هون تحت البلاطة. معلم رائد، أنا أبي لما توفى ما صفي شيء. خلاص ولك بكرة المصاري بيكونوا عندي. رحلة